استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الأصخير هذا اليوم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي قدم لجلالته عددا من المسؤولين من منظمة بريف بمناسبة نجاح المنظمة في تنظيم 50 نسخة لبطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين. كما قدم سموه لجلالته إيجازا حول نجاح مملكة البحرين في استضافة عددا من هذه البطولات والتي كانت انطلاقتها من أرض المملكة قبل 5 سنوات. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بالإنجازات المشرفة التي تحققها المملكة في مختلف الرياضات والألعاب وبنجاحها في تنظيم العديد من البطولات والمنافسات القارية والعالمية، الأمر الذي عزز من ريادتها ومكانتها المتميزة على خريطة الرياضة العالمية وجعل البحرين وجهة مثالية ومركزا رئيسيا للرياضات القتالية. كما نوه جلالته بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في دعم رياضة فنون القتال المختلطة وبمبادرات منظمة بريف في الارتقاء بالرياضات القتالية وبتعاونها الدائم مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في تنظيم البطولات التي تحظى بشعبية عالمية واسعة وتشجيع الشباب على المشاركة فيها. أكد جلالة الملك المفدى أن إنشاء الهيئة العامة للرياضة جاء ليدعم ما تشهده الرياضة البحرينية من تطور متواصل في كافة الألعاب، متمنيا جلالته لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كل التوفيق والسداد في تحقيق أهداف الهيئة المنشودة. بهذه المناسبة ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعيين سموه رئيسا للهيئة العامة للرياضة، ومؤكدا أن هذا التعيين ما هو إلا تكليف لمواصلة الجهود في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى رعاه الله لتحقيق مزيد من التطور والتقدم للرياضة البحرينية. عرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان لعاهل البلاد المفدى رعاه الله على رعايته ودعمه للقطاع الرياضي وللجهود والمبادرات التي يطلقها سموه والتي أثمرت عن تدشين سموه لبطولة بريف من العاصمة الملامة، ومؤكدا سموه أن البطولة لاقت أصداء كبيرة واستطاعت أن تحقق أرقاما قياسية على مختلف الأصعدة. وعهد سموه جلالة الملك المفدى رعاه الله على المضي قدما في خدمة الحركة الرياضية لتحقيق تطلعات جلالته وللوصول بالقطاع الرياضي إلى أعلى المراتب وتعزيز موقع مملكة البحرين على خريطة الرياضة العالمية.